صباح الخير يا الربع. أتمشى في بيوت الربع أهل الإمارات. شوفوا المجلس اللي هو مجلس إسكاننا. شفتوه؟ شوفها مجهز بالمكيفات الزينة. ها هو بس كان غادي كان حوض عمال. شه هذا الحوش ولا حقة الكهرب وذي قبة السواق وذي المظلة الزينة وذي البراحة الزينة. ما راح تاجي أحد يروح البر أبدا. يشد ينزل في بيته يشد ينزل الحوش مرة. ها هذا مقلب وهو مقلب بعد يمكن شو اسمه هذا حقة الله للسواق حتى السواق شف. ها لا لا يجي حتى للمطبخ للهواء. أنا عايز كلمكم. ها الله يكرمكم ولا يكرم أهل الإسكان وزارة الإسكان. شوفوا كيفات الزينة. شوفوا كيفات. شوفوا الحوش الزين. شوفوا الباب الزين باب الريجيل اللي محطين. شوف ها بيبان ريجيل. شوف الحوش الزين اللي مزين منه يشد هناك ويقيض هناك وشت هنية. حوش معلم حوش كذا حوطة. شوف البيت الزين وجه الزين والبنى الزين. شوف البنى الزين شوف علمهم يرهرف فوقهم. يوه اللي بيحطونه يوه اللي بيخلونه يرهرف لين عجز. ها 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 شوف البيت الزين شوف العلم الزين. ها شوف لا إله إلا الله بسم الله الله يبارك لهم. ها بسم الله. ها لا مقلط النسوان حتى مقلط النسوان هم خير من مجلسنا في كبره. شوف يا لا اوكي برد خرق عين عجز. شو مقلط النسوان حتى النسوان يجي قريب. يا الله المصيبة الصيد. ها 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 حلوة. شو الحوش بيحن كل الحوش خس تصميم العزل. هذا اللي صنر والله انه رجال والله في عز هاجر اللي يصمم. الله باسمه انه هاجر اللي يصمم. شوف التصميم الزين. شوف المداخل الزينة. شوف المطبخ اللي اكبر من بيت الاسكان كله. مطبخهم اللي حاطين حسبي الله عليهم. لعن كان دولتنا ما تقصر. دولتنا ما تقصر لكن هم مستودع على مستودع. ولا حق الحوش. غرف في كل محل غرف. والله يا الربع عندي كل محل غرفة الربع الأول. شوف ما شاء الله لا إله إلا الله. يا رب عادني في الدار الأول يا ربع. مدير كيف الحال يا مدير؟ كويس يا مدير. ها شوف المغاسل الزينة. شوف الغرف شكلها.